اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. قصة حياة ليلى مراد ما بين الفن وأزواجها الثلاثة. ليلى مراد واحدة من النجمات التي أطربت مسامعنا وخلد التاريخ ذكراها، لمع شعاع تألقها في الزمن الماضي وما زال صدى صوتها يعانق أيامنا لنعيش معه الحاضر والماضي في آن واحد. في هذا الفيديو ندخل وإياكم من بوابة الطرب الأصيل لنقف عند باب قيثارة الغناء العربي الفنانة ليلى مراد. لم تكن ليلى مراد مجرد مطربة من الطراز الفريد، بل كانت وما زالت حالة استثنائية في تاريخ الفن المصري غناء وتمثيلا، وقد أثبتت نجوميتها وجدارتها بالرغم من ظروف فقرها. من هي ليلى مراد؟ هي ليليان زكي مراد موردخاي، ولدت عام 1917 في مدينة الإسكندرية. هي ذات أصل مغربي يهودية الديانة، تعلمت الفن على يد كبار المقرئين والمشايخ مثل محمد رفعت وغيره، حيث كانت ترافق والدها في الأفراح والأتراح، وهي شقيقة الفنان منير مراد. كيف كانت بداية مشوار ليلى مراد الفني؟ بدأت ليلى مراد مشوارها الفني من المشاركة في الحفلات الخاصة والعامة، بعد أن كانت قد تعلمت على يد والدها والملحن داود حسني. أما أول انطلاقة فنية لها فقد كانت عام 1932، حيث التقت بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في حفل غنائي أقامه لها والدها على مسرح القاهرة، لتصبح فيما بعد المشروع الفني لعبد الوهاب لما رآه من موهبتها. وفي عام 1934 نجحت في اختبارات الإذاعة المصرية وقدمت أول حفل غنائي لها في الإذاعة، وغنت موشحا بعنوان يا غزالا زان عينه الكحل. ليلى والحب الأول. عام 1937 وقع الموسيقار محمد عبد الوهاب مع المطربة ليلى مراد عقدا بتسجيل عدد من الأسطوانات، ولعبت دور البطولة في فيلم يحيى الحب. في تلك الآونة صارحت ليلى مراد الكبير محمد عبد الوهاب بحبها ومشاعرها المتقدة نحوه، وما كان منه إلا أن قابلها بالصد والانزعاج، مدعيا بأنها قد خلطت بين إعجابه بصوتها وبين حبها، لتدخل تلك المسكينة في أول صدمة عاطفية في حياتها. وبحسب ما جاء في كتاب سيدة قطار الغناء للكاتبة حنان فوزي، فقد صرحت ليلى مراد قبل وفاتها بعدة أشهر أنها أحبت عبد الوهاب طيلة حياتها، وأنها ستظل تحبه حتى آخر رمق في حياتها، فقد كان له فضل كبير في مسيرتها الفنية، وثلاثة أرباع أغانيها من ألحانه. مسيرة ليلى مراد ما بين الغناء والسينما. في عام 1939 شاركت ليلى مراد في فيلم ليلى ممطرة للقدير يوسف وهبي بناء على طلبه منها، لتنطلق بعدها في رحلتها السينمائية، حيث بلغ عدد الأفلام التي شاركت فيها ليلى مراد حوالي 27 فيلما، أشهرها البدليلي، غزل البنات، آدم وحواء، وفيلم حبيب الروح، وغيرها. أما رصيدها الغنائي فقد كان حوالي 1200 أغنية، نذكر منها شحات الغرام، بتبص لي كده ليه، يا شغلني وانا شغلاك، وغيرها. ومعظم هذه الأغاني من ألحان عمالقة الموسيقى مثل رياض السنباطي، زكريا أحمد، محمد القصبجي، وعبد الحليم نويرة. حياة ليلى مراد الأسرية وزواجها الأول. بعد أن لعبت ليلى مراد دور البطولة في فيلم ليلى بنت الفقراء من إنتاج أنور وجدي، وقبل انتهاء تصوير الفيلم
أعجب أنور وجدي بها وفاجأها بطلب الزواج قائلا: يا سلام يا ليلى، لو اتجوزتك وعشت معاك على طول. وبالفعل اختتم الفيلم بمشهد إعلان زواج رسمي بين الفنانة والمنتج عام 1945 بارتدائها فستان الزفاف الأبيض. وقد كان النجمان قد عقدا قرانهما قبل يومين في المحكمة الشرعية، وبذلك أصبح أنور وجدي الزوج الأول لليلى مراد، وذلك على الرغم من اختلاف ديانتيهما. فيما بعد أسس أنور وجدي شركة إنتاج خاصة به بعنوان الأفلام المتحدة، وأصبح محتكرا لأفلام ليلى مراد ويمنعها من المشاركة في أفلام تتبع لشركات أخرى، بل وإنه كان يرفض منحها أجرا مقابل الأدوار البطولية التي من إنتاجه. وحين أعربت ليلى مراد عن رفضها لمبادئه قام بضربها وأطلق عليها شائعة التبرع ب50,000 جنيه لإسرائيل، الأمر الذي تسبب في فساد فيلمها سيدة القطار عام 1952، ووضع اسمها على القوائم السوداء من قبل الحكومة السورية، ومنع عرض فيلمها في الأردن، ثم امتد الحظر ليشمل كل أفلامها. أما عن طلاقها فقد شهد عام 1953 انفصالا رسميا بين أنور وجدي وليلى مراد بعد تكرار طلاقهما ل3 مرات خلال زواج دام 8 سنوات. وعن رأيها في أنور وجدي صرحت ليلى مراد بأنه كان حادا وعصبيا في نفس الوقت الذي كان فيه ذو قلب طيب يحبها كثيرا وينسى ما أثار عصبيته في الحال وكأن شيئا لم يكن، الأمر الذي جعلها تحتمل تلك القسوة طيلة زواجهما. ويقال بأنه قد تزوج ليلى فوزي فيما بعد لأن اسمها ليلى. زواج ليلى مراد الثاني والثالث. كان زواج ليلى مراد الثاني من الطيار وجيه أباظة شقيق الفنان رشدي أباظة، وقد أنجبت منه ابنها شرف أباظة. أما زواجها الثالث فقد كان من المخرج فطين عبد الوهاب الذي كان أبا لابنيهما زكي فطين عبد الوهاب. ووفق ما ذكره الإعلام فلم تكن ليلى مراد ترغب في دخول ابنيها لعالم الفن، الأمر الذي دفع ابنها زكي فطين عبد الوهاب للدراسة في معهد السينما سرا لتكتشف والدته ذلك بعد تخرجه، فدخل عالم الفن وتزوج من الفنانة سعاد حسني، لكن زواجهما لم يدم لأكثر من 4 شهور، ويقال بأن لليلى مراد والدته يدا في طلاقهما. حقيقة إسلام ليلى مراد. بعد زواجها من أنور وجدي كانت ليلى مراد تنزعج من صوت آذان الفجر، الأمر الذي جعلها تطلب تغيير المنزل، وقد سكنا وسط القاهرة لتستيقظ في أحد الأيام على صوت مؤذن حنون أثار حبها للإسلام. وبالفعل فقد دخلت في دين الإسلام في 26 من رمضان من عام 1946، وأصبحت فيما بعد من تلامذة الشيخ متولي الشعراوي، وتمنت لو تنتج فيلما بعنوان ليلى المسلمة. وقبل إسلامها قدم لها شمعون بيريز عرضا لتصبح سفيرة لدولة إسرائيل، واجهته بالصد. ثورة يوليو والاعتزال. بعد قيام ثورة يوليو لعام 1952 غنت ليلى مراد للرئيس الأسبق محمد نجيب أغنية بالاتحاد والنظام والعمل في ميدان التحرير، وأعلنت اعتزال الفن عام 1955، ولا ندري إن كان اعتزالها هو لرغبتها في الاختفاء بسبب التقدم في السن، أم أنها قد أجبرت على الاعتزال من قبل السلطات المصرية بعد أن أظهرت ولاءها لنجيب. رحيل ليلى مراد. في أواخر أيامها عانت ليلى مراد من الفقر، فباعت بناءها في جاردن سيتي وأكملت حياتها في بيتها بشارع القصر العيني، ووافتها المنية عام 1995 عن عمر ناهز 77 عاما بعد معاناتها من الأنيميا الحادة. ماتت ليلى وما زال فنها باق.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.